السلام عليكم ليكيب، شو تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نورمالمون كاتريام جور تاع رمضان، نهار الرابع، نديرو فيها جولة. اليوم جمعة، جمعة مباركة للجميع. الساعة راهي الساعتين العشية، احنا هنا في مدينة وين نبوط الحطاب، ناديو على لايكومبيتا ان شاء الله، راح نصورو واش كتب ربي مع العمل. ومن بعد كالعادة ديما قبل الفطور نديرو فيها ساعة قبل الفطور نديرو لايف ولا زوز، وقتو بهم شوية خليلي كيف يحوسو معانا. والله ليكيب ان شاء الله تعجبكم الجولة، خليكم تفرجوا، نحطوا لا راديو ان شاء الله. Oh.
Sahabat الجمعة المصادف للجمعة الأولى من شهر مبارك فضيل يعتبر كل تعتبر أيامه كلها أعياد على الأمة الإسلامية. والرابع هنا بعد 1400 سنة بعد الكلام عن مثلا أنا سابقا سبحان الله في كل العرب خاصة الجزء هو يوم العلم. إذا كيف لا نتذكر إذا العلماء أحمد ديس رحمه الله على كافة العلماء. مستمعينا الكرام أنتم على أثير الأولى للإذاعة الجزائرية ومرت بها تماما 10 دقائق بعد الثانية بعد الزواج. نحييكم تحية كلها إن شاء الله أتمناها تكون صحة وعافية وسكينة وطمأنينة على أفئدتكم الطاهرة. Il n'y a pas longtemps, dans quelques années, des gens sont allés enterrer un homme. Donc la pierre était connue pour être un homme vertueux, un homme de vulnérabilité parfaite. Quand un homme voulait divorcer, quel homme voulait divorcer, et bien on les a mis chez son monsieur, qui n'était pas un savant, qui était un homme vertueux tout simplement, connu pour sa sympathie, sa présence. Enfin, très assidu au culte, et à chaque fois il réussissait à réconcilier les gens. Quelques années après sa mort, peut-être 10 ans ou un peu plus, quand on est allé enterrer son fils, vous savez que la coutume chez nous veut que l'on ouvre la tombe d'un ancien pour bien enterrer soit son enfant, ou son petit enfant, ou sa compagne. C'est une manière de rentabiliser, on va dire, l'espace. Thank you.
احنا ناويين تريزور وموش نبدو فاتيكي شويه. في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإدراكه وبصيامه له خصوصيات كثيرة تحدثنا عنها فيما سبق من الحصص، واليوم نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في أن يدرك هذا الشهر المبارك. وللحديث عن هذه القضية وللإثراء في هذا العنوان يطيب لنا أن نستضيف دكتور عبد الحميد عماري أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. أهلا وسهلا أستاذنا، مرحبا. صح السياق. آمين. نعم. لا شك أستاذنا بعد أن تحدثنا في الدروس أو في الحصص السابقة عن بعض الأمور السلبية التي يجب على الإنسان أن يتفاداها في المجتمع، خاصة أنها تتكرر من رمضان إلى رمضان، اليوم حديثنا كما قدمنا عن الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الصائم في هذا الشهر الذي له خصوصية، فينبغي أن يكون أيضا لسلوكنا خصوصية تتفق مع خصوصية هذا الشهر. فما هي أهم، يعني قبل أن نفصلها بإجمال، ما هي أهم الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها ويتخلق بها في هذا الشهر؟ شكرا هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيام الجميع، تقبل الله الصيام والقيام إن شاء الله. أبدأ شيخ هشام كلامي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان من خير لتمنت على الله أن يكون السنة كلها. فرمضان كله خير، رمضان هو شهر البركة وشهر الخير وشهر التقوى. رمضان جاء لأن يحلي المؤمن بالصفات الحسنة، جاء من أجل أن يحث المتخلق بأحسن الأخلاق، جاء رمضان من أجل أن يحرك الرحمة في قلوب المؤمنين. رمضان كله خير، ومظاهر رمضان في هذه الأمة ينبغي أن تحب. Oh,
بداري عندك الحاجه قداه بداري عبالي 25000 راه راهي مليان الحاجه Thank you.
صلاة العشاء عشان قدام تاع الدوله جيت سنتي في هذيك اللي دارها عليها. لان فهمنا للاسلام يعني تطبيقنا لتعاليم الاسلام بين قوسين تطبيق اعوج شويه ماهوش قد قد. لذلك انا نعيش شويه في حياتنا في واقعنا بعض التناقضات لما نحكيو على صيام رمضان ويجمع رمضان.
رمضان هذا العنف يقطع عن الشرع جوارح لا تصح عن المعاصي لازم الانسان يلحقه لازم الانسان نتاعنا ليس الصيام من الطعام والشراب انما الصيام من اللغو والرفث من كلام يقول الانسان استنساره ليكيب هنا نفضلوا الفيديو تاعنا ان شاء الله في بداري. سامحوني ما هدرتش ياسر باش كنت نخدم ومع الصيام والواحد طول هذا كان في السهره ودركا نكملوا بركة نبداو في نبداو نديروا لايف ولا زوز نقطعوا بهم ان شاء الله. وعليكم السلام عليكم.